يا زلمة شبك شو وصدك؟ هالصفقة هي كان رح يمشي حالها لو ما كبرت راس. انت بتعرف شو مشكلتك؟ بحس ما في قاسم مشترك بينك وبين النجاح، بس ليه يا ترى؟ لأنه دائماً كرامتك حاطة فوق كل شيء. ليك أنا بالزور لا قدرت أقنعه. شو؟ ايه بعترف إنه هو كان كتير سيء معك هداك اليوم، بس هلأ صار بده يشوفك. خلينا نروح نشوفه. الرجال ما بيقدر يتعامل مع مرته، كيف بده يتعامل مع هذا الشغل؟ هداك اليوم بمركز الشرطة كان متخبي ورا مرته وخايف. انسى الموضوع، ماني تحت أمره. لما بده بيقلل ذوق معي ولما بده بيرجع بيشوفني. شو نسيت كيف هددني بسبب ديشا؟ هلأ بعرف إنه ديشا متهورة شوي ودغري بتعصب، بس هي بنتي، أنا ما رح أشتغل معه، خلص نقطة انتهى. يا أكشاي أنت ليه ما عم تفهمني؟ ليك بتفهم انزعاجك على بنتك، بس بالشغل ما في مكان للعواطف. قلي لشوف، أنت مانك حابب تشغل المصنع تبعك يعني؟ بلا أكيد. خلص لكان، هذا الرجال رح يأمن لك هالشي، شو بدك أحسن من هيك؟ شو؟ بأي مشفى هو؟ مين ضربه؟ شو؟ شو في مين بالمشفى؟ أكشاي حبيبي، أنت بتتذكر ابن رفيقتي فيكي؟ أبصر مين ضربه، هو بالمشفى هلأ. ابن للمدام يلي كان بالحفلة وقال الأدب مع تشافي ووقتها ديشا ضربته؟ هاد؟ ايه وقتها ديشا ضربته بسبب سوء التفاهم يلي صار، وانا متأكدة انه اكل قتلة من ورا نفس القصة. هالمرة مين ضربه؟ معقول ديشا رجعت ضربته؟ شو عم تحكي؟ ليش ديشا تضربه؟ يعني معقول تعمل هذا الشيء مرة تانية؟ هلأ هو بالمشفى وفائد وعيه، بس يفيق منعرف مين عمل هيك. من مبارح وهي عم تتجاهلني تماماً لك وحاضرتني فوقها. ليش؟ ليه يا تشافي؟ بشو ضايقتك؟ قوم. لك انت ليش عم توطي لي راسي دايماً؟ ليش ضربته للشب؟ رح أخلص عليك. ليش عملت هيك؟ كنت مفكر اني ما رح أعرف؟ ها؟ طلع فيي، هذا الولد صار بالمشفى هلأ وغايب عن الوعي كمان. إذا بيذكر اسمك سمعتي رح تصير بالأرض.